الحين احنا راح نبلش راسا بالانسيدنس، هاي ارقام بس خلوها ببالكم حتى تشوفون ايش قد الريل ستون كمان، يعني الريل ستون وان اوف ذا كمان بروبلم. بالمناسبه اليورولوجي بي سيرتن ديزيزز از فيري كمان ان اول بوبوليشن اوفر ذا وورلد. يعني عندنا اليو تي اي از ذا موست كمان بكتيريال انفكشن، عندنا الستون وان اوف ذا كمان ديزيز، والبروستيت وان اوف ذا كمان ديزيز. يعني هذا اللي الستون عاده يصير بال يعني يونغ ميدل ايج، والبروستيت يصير بالاولد ايج، وعندك ميل فيميل اثنيناتهم يصير كلش هوايه. فلذلك عندنا ذني ثري كمان كونديشن يعني is very common all over the world. وعندنا CA prostate, CA bladder one of the common CA موجود. فلذلك urological problem all over the world is common. فهاي الأرقام على الانسيدنس موجودة قدامكم ما لدينا شيء احنا. عندنا موضوع theories مات الستون، يعني الستون شون تتكون. اما تتكون بالبابيلة، البابيلة وشنو هو؟ مجموعة الكولكتنج داكت اللي تفتح بالكاليس minor calyx، هناك ممكن تكون او تتكون opening مال duct of Bellini. duct of Bellini هو هذا هم يفتح بالبابيلا وبعدين البابيلا تفتح بالكاليكس. زين، والنظريه الثالثه انه ممكن يتكون في الكولكتنج سيستم مثل السيستين يوري، ممكن تكون بالكولكتنج سيستم. فاذا هي ممكن تتكون بالتيوبولز، ممكن تتكون بالتيب اوف ذا بابيلا، وممكن تتكون يعني بالكولكتنج سيستم او برينال كولكتنج سيستم يعني انترا لومينال. فهو امانه ديبوزيشن يصير مع الكالسيوم، وهذا ديبوزيشن شوي شوي يكثر، بعدين يصير اسكيميا، والتب مال البابيلا يصير بي ديتاتشمنت عن البابيلا، ينزل بالكالس شوي شوي، هذا نسميه نيوكليس يصير، ويصير كابيتال ديبوزيشن فوقه، وبعدين الستون يعني تكبر شوي شوي تكبر. هذا عندكم ليست مال كوزز مال الستون: anatomical abnormality, epidemiological factor, excess excretion of promoter, abnormal urinary pH, reduced excretion of inhibitors. زين، هذا ميتابوليك. بس احنا in general نقسم الستون يعني كcauses الى ميتابوليك وanatomical. هاي common يعني. commonest ميتابوليك اللي عندنا هو نسميه hypercalciuria. اكو شغله كلش مهمه حتى اصير عندكم كمعلومه اساسيه، احنا يهمنا الكونسنتريشن اوف ذا الميتابولايز او مثلا الكريستلز او نسميها سولز باليورين مو بالبلد. يعني بالبلد قد تكون عاليه لكن ما يصير فيها اكسكريشن باليورين، هذا ما بيفعله. وقد تلقي الانفستيجيشن مال البلد كلها نورمال بس تلقي باليورين كونسنتريشن عاليه. احنا يهمنا النوع الثاني، انه كل ما يكون كونستريشن باليورين عاليه كل ما راح يصير عندك يعني ستون اكثر. فنرجع للكوزز مالت الستون، انه عندنا ميتابوليك، اهم ميتابوليك هو الايديوباتيك هايبركالسيوريا. الكالسيوم ميتابوليزم طبعا يصير جي اي تي ابزوربشن يطب بالبلد بعدين يصير باكسكريشن ويا خلال الكدن. عندنا 3 تايبس، عندنا ابزوربتيف. شنو ابزوربتيف؟ يعني مشكله بالابزوربشن، يزداد الابزوربشن بي. انا ليش راح احكي على كالسيوم ان ديتيلز؟ لانه 80 85% من الستون هي كالسيوم كونتيننج ستون، فلذلك اكو مشكله بالابزوربشن. هذا يعتمد على الاورال انتيك مالتك، يعني كل ما انت تاكل كالسيوم زايد كل ما يصير عندك شنو؟ يزداد بالبلد ويصير اكسكريشن، هذا نسميه ابزوربتيف. فلذلك دول الشيء يحتاجون نسميه دايتري ريستركشن، يعني نقول له مثلا اللي تاكل جبن، قلل من البيض، قلل من الالبان لانه هذا ريتش ان كالسيوم، بس بهالحالات هذه. النوع الثاني من الكالسيوم يعني ميتابوليزم اب نورماليتيز هو شنو؟ اللي نسميه ريزورتيف. شنو ريزورتيف؟ البون يصير بي ديستركشن مثل ما يصير بالهايبر باراثايرويدزم، سكندري هايبر باراثايرويدزم. السكندري هايبر باراثايرويدزم او الباراثايرويدزم يصير موبلايزيشن، يعني باراثايرويد شو يشتغل؟ يشتغل عسل فيتامين دي انه يسوي موبلايزيشن اوف ذا كالسيوم فروم ذا بون تو ذا بلاد ويصير اكسكريشن، او بسكندري ميتاستاسيس مال تيومر يصير بون ديستركشن، البون يتكسر، من يتكسر البون يحرر كالسيوم، الكالسيوم يروح بالبلاد وبعدين يصير اكسكريشن بال يورين. واضح؟ هاي النقطه ما لها علاقه بالدايتري ريستركشن، يعني انت تسوي دايت ريستريكشن ما بيفعل.
النوع الثالث مهم هو نسميه اكسكريتري او رينال كوز، نسميه رينال هايبركالسيوريا. المشكله وين؟ انه الدم انت عندك نورمال، ابزوربشن مالتك نورمال، بس الكدني بطبيعته شو تسوي؟ يسوي اكسكريشن مال كالسيوم كلش عالي. فلذلك وان اوف ذا تريتمنت دول نسميهم الرينال انه ننطي كلورثايازايد. الكلورثايازايد هو مو دايوريتكس، هو يسوي دايوريس زايد، لكن شو يسوي للكالسيوم؟ الثايازايد بس من الدايوريتكس، الثايازايد وحده اكسكلوزيفلي يسوي ري ابزوربشن اوف ذا كالسيوم، يعني ما يخلي الكالسيوم يصير باكسكريشن زايد. افهم شلون؟ فاذا عندنا ثلاث انواع من الكالسيوم ميتابوليزم، ابزوربشن، ريزوربشن، ورينال. زين؟ الابزوربشن يصير ابزوربشن بالجي اي تي، يصعد بالبلد ويصعد عندك بالكدني. الريزوربشن الابزوربشن نورمال ما في شيء، بس يصير ديستركشن مال البون، يصير موبيلايزيشن تو ذا كدني. والرينال لا عندك مشكله بالبون ولا عندك مشكله بالجي اي تي، مشكله بالكدني. يعني everything is normal، الكالسيوم normal بالبلد، بس الكدني تليت، يعني يصير عندك leak of the excessive calcium، كالسيوم يطلع عندك عاد. لذلك اكو خطأ عند الناس يقول لك لا تاكل طماطم لا تاكل بطيخ، هذا الكلام كله مو صحيح. الكلام الصحيح فقط بالابزورتيف، مثل ابزورتيف هايبركالسي اوكساليوريا، ابزورتيف كالسيوريا، باليوريك اسيد هماتيا اكو ابزوربشن، عندك مشكله بالابزوربشن، اكو يوريك اسيد ما له علاقه بالابزوربشن. فهمت شلون؟ نتيجه الميتابوليزم مالت البروتين، ديستركشن اوف ذا بروتين يصير عندك انسايد البادي. فاذا نسوي دايت ريستركشن فقط في حالات الابزورتيف. ما دام بدنا نحكي على الابزورتيف حتى نكمل الموضوع يصير كله كامل، شلون احنا نعرف انه هذا المريض عنده ابزورتيف لو ما عنده ابزورتيف؟ من يعرف يقدر يجاوب يعني هذا السؤال؟ لا بنتي، انت هسه حكينا ثلاث انواع، عندنا ابزورتيف، عندنا ريزورتيف، وعندنا رينال، مو صحيح؟ ثلاث انواع. شلون تعرفين هذا المريض عنده ابزورتيف تايب حتى تقولي له لا تاكل؟ يعني اذا المريض عنده ريزورتيف وعنده رينال ما يصير تقولي له لا تاكل، ياكل عادي هو، يعني ما له علاقه بالاكل. فشلون الشخصين المريض عنده ابزورتيف لو ما عنده ابزورتيف؟ شو نسوي تيست بحيث المريض نقول له انت عندك ابزورتيف؟ من يعرف؟ سمبلي الابزورتيف شنو معناه؟ يعني انت من تاكل يزداد، من نقطع عنك الاكل يقل. فاحنا شو نسوي؟ احنا نسوي 24 اور يورين فور مثلا اكزامبل فور الكالسيوم. احنا نسوي فور كالسيوم والاوكزاليت والفوسفيت واليوريت والسيستين. خوش؟ راح ناخذ احنا الكالسيوم، بس الكالسيوم، نريد نعرف هذا المريض قد احنا مريض يعني باس ستون. هسه راح نجي بعدين بالنهايه، بس احنا نحكي على الكيولوجي حتى نكمل. المريض عبر ستون، سوى ستون اناليسيس طلع عنده كالسيوم هذا الستون مالته. فنريد نعرف انه هذا راح يسالنا المريض دكتور انا اطول اقطع عن الاكل وما اقطع، اقول له يا ابو اوقف راح نسوي لك احنا تيست. شنو التيست؟ نسوي 24 اور يورين فور كالسيوم. زين؟ اول شيء نخلي المريض على ريجولار دايت، يعني نقول له اكل اكل طبيعي هذا لمده اسبوع، بنهايه الاسبوع نسوي له 24 اور يورين مال كالسيوم. الاسبوع الثاني شو نقول للمريض؟ نقول له اقطع الكالسيوم، اي شيء بكالسيوم تقطعه، بيض لا تاكل، البان حليب لا تشرب، جبن لا تاكل، هذا ريتش ان كالسيوم، نسوي له ريستركشن، يعني نخلي المريض بس ياكل اشياء نباتيه، لان النباتيه ما فيها كالسيوم، كالسيوم سورس مالته اكثر شيء من الحيوان. زين؟ اسبوع. الاسبوع الثالث شو نقول للمريض؟ نقول له يابا انت اكلك ما يصير الا كالسيوم. يعني اكل باليوم ثلاث اربع بيضات، اشرب لك طاسه غلاسين حليب، اكل البان، زين يعني اكل لحم، اكل دجاج، هذا اللي بيه ريتش ان كالسيوم. بعدين راح يصير عندنا ثلاث نتائج، النتيجه الاولى اون ريجولار دايت، النتيجه الثانيه اون ريستريكشن، والنتيجه الثالثه اون لودد. الريجولار دايت قول مثلا طلع عندك بال 24 اور قول 1000 1000 طلع عندك، خوش؟ من نجي نسوي ريستريكشن مال دايت طلع 400، من نسوي لود الدايت طلع 1800. شو معنى هذا؟ ابزوربشن تايب. معناه شنو؟ من نسوي ريستريكشن يقل الكالسيوم، ومن نسوي لود يزداد الكالسيوم، هذا معناه ابزوربشن. لكن احنا اذا سوينا تيست طلع مثلا بالنورمال دايت 1000
وبالريستريكشن طلع مثلا 900 950، خوش، وباللود طلع 1000 1100. هذا شنو معناه؟ معناه هذا مو اسرتف. وضحت الفكره بابا؟ لو اعيد لكم اياها ابني زين ريكوي بعد 3 اسابيع يلا نقرر. هاي نضل 3 اسابيع يلا نقرر بالضبط. اذا انت تريد شيء علمي هو سمنا ده شو هاي محمد؟ محمد عم محمد محمد ابني باوع. انت هسه الناس من تجي من نقول لها حصوايه شو يقول لك؟ قال دكتور ما اكل طماطم ما اكل بطيخ ما اكل كذا. لا هذا ما يصير نقول له هيك شيء. احنا صراحه نجي فد شويه من نسوي الانفستيجيشن، هو مو بس تعتمد على الستون اناليسيس وال24 اول يورين. اعطيك مثال مثلا الكيوبي، اذا طلع عليه ريلوسنت هذا يوريك اسيد، تقدر تقول له لا تاكل لحم لان انت متاكد انه ريلوسنت هو من اليوريك اسيد. بس اكو اشياء من يجيك المريض وعنده ستون وانت ما عندك لا ستون اناليسيس ولا عندك اكس راي ولا عندك يورين اكزام، ما تقدر تقول له شنو دايت ريستريكشن. يعني انت يجوز تمنع مريض مثلا كالسيوم ريستريكشن وهي فيميل اصلا عندها بروبلم بالفيتامين دي، فايش راح يصير عندها؟ اوستيوبوروسيس راح تأذي المريض، او طفل يجي طفل اهل يقطعون عنه الحليب يقطعون كذا ياثر. يعني تم شلون؟ اكو اشياء انت راح تسويها وانت هي بسيطه لكن ممكن راح تاثر على المريض بالمستقبل. فهمت الفكره ابني وين؟ انه انت على شنو تعتمد حتى تقول للمريض يسوي دايت ريستريكشن؟ تعرف الدايت ريستريكشن مو شيء سهل يعني. انت كنا احنا ناكل بس مو بصعوبه انت تمنع المريض من الاكل. فانت لازم تمنع المريض من الاكل على اسس علميه صحيحه مو على هيك اشياء يعني تراديشن يعني تعلمناها هيك ونقول للمريض امتنع عنه. المهم الفكره وصلت بابا؟ وصلت دكتور. اكو احد عنده سؤال لحد الان على الايتيولوجي مالت الرينال ستون او الباثوجينيسيس رينال ستون شلون تتكون؟ المهم تفتهم هاي الحصوايا شلون تتكون؟ تسألك سؤال المريض يقول لك انا هاي الحصوايا مالتي شلون تتكون؟ دكتور انا لا اكل لا اشرب اخذ علاج اشرب مي اشرب سوائل هوايه وتتكون عندي حصوايا. دكتور اي بابا اي بابا دكتور يعني هسه احنا هذا ال 24 يورين تيست نسوي فقط بالكالسيوم لو بقيت يعني اللوبريك اسيد وهم نحتاجه؟ انا اعطيتك مثال حتى اشرح اشياء بس اصبر عليها راح نوصل للانفستيجيشن خوش عيني وراح نحكي على هذا الموضوع الديتيلز. اوكي يلا بعد منو عنده سؤال؟ هسه راح نجي للكومبوزيشن كومبوزيشن اوف رينال ستون. شوفوا بابا هذا انتبهوا عليه ابني كلش تجوني يعني اني اتمنى طالب صف سادس اسئله هذا السؤال البسيط اقول له شنو انواع الرينال ستون ويجاوبني جواب علمي صحيح. عندكم مشكله بهذا الموضوع؟ انا ايش كم مقروص صار لي من 4 5 سنين امتحن اورال زين واسال هذا السؤال ماكو طالب يجاوبني على هذا السؤال نهائيا ماكو واحد طالب ما مجاوبني على هذا السؤال نهائيا. فابني قدامك هذا الصورة انتبه. عندنا الكيدني ستون، نقسم الكيدني ستون إلى نوعين كالسيوم كونتينينج ونون كالسيوم كونتينينج. فهمت شلون؟ الكالسيوم كونتينينج بكالسيوم أوكسيليت وكالسيوم فوسفيت وأكو ميكست. يعني شنو ميكست؟ يعني بكالسيوم أوكسيليت وفوسفيت. فهمتوا بابا؟ هذا 80% من الحصو ابني هو كالسيوم البقية 20% إما يكون ستروفايت. الستروفايت إلى عدة أسماء. شنو الأسماء الستروفايت؟ الستروفايت هو جاي من كلمة ستروف، هذا عالم روسي أعتقد هو كيمياوي، هذا هو اللي اكتشف نوع الحصو نسميه هذا يجي نوبات ستاغهورن نسميه انفكتيف ستون لأنه يتكون نتيجة الانفكشن. شنو الانفكشن باليورينري سيستم يسوي؟ اليورين ألكالين. من يعرف؟ بروتيس. شو نسمي البروتيس؟ الاسم ثاني يوريا سبليتينج مايكرو اورجانيزم. ممتاز. السؤال جواب ايش راح يكون السؤال؟ السؤال اقول اولا ليش يتكون الانفكتيف ستون؟ لازم اليورين يتحول الى الكلاين يلا يتكون الستون. بالالكلاين ميديا راح يصير بريسيبيتيشن اوف ذا ستون. هذا الاسم الثاني له، من يعرف شو اسمه الثاني؟
هذا لعدة أسماء. أول شيء سيتروفايد، الثاني إفكتيف ستون. اسم الثالث يسموه ماب، MAP، جاي من مغنيسيوم أمونيوم فوسفيت. مغنيسيوم أمونيوم فوسفيت هذا ثري كومبوزيشن مات، بالإضافة للكالسيوم، بالإضافة للكالسيوم، بس هو يسموه ماب ستون، مغنيسيوم أمونيوم فوسفيت. لذلك هذا الشرح يصير ألكالين، الأمونيوم هو ألكالين. الاسم الرابع مات شنو بعد يسموه تريبل فوسفيت، تريبل فوسفيت. فهذا إلى أربع أسماء، إما إنفكتيف ستون أو ستروفايت ستون أو تريبل فوسفيت أو إنفكتيف ستون. زين يعني ماب ستون، العفو ماب ستون، ذلك أربع أسماء إلهن. فهاي الأسماء كلها بنوع واحد من الحصول. هذا عادة البرزنتيشن ما تيصير ستاغ هون. شنو معنى ستاغ هون بالعربي؟ من يعرف؟ قرن ما شنو؟ غزال. لا الأيل، أكو فرق بين الغزال والأيل. الغزال عادة ما عنده قرون أو قرون صغيرة صير. الأيل تشوفون هو ترى غير حيوان، غير الغزال. هذا يتميز القرن مالته أنه يكون شنو متشعب، الشعب مالته يشبه الكاليسز مالت الكدني. يعني أنت الرينال بلفيس راح يكون تقريبا مثل رأس الجانبي، والفروع البقية اللي دا يطلع هو الكالسيز اللي يطلع عنده، فذلك يسموه قرن الأيل. قرن الأيل فهمتوا؟ ستاك هون، ستاك هون. زين هذا أنا من عنده إنفكتيف ستون. الإنفكشن هو نسميه يوريم سبليتينج مايكرو أورغانيزم أشهر. طبعا يوريم سبليتينج مايكرو أورغانيزم مو بس البروتيز بابا، يعني اكو اذر اورجانزم من ضمنها الايكولاين وبعد هم تسوي، بس اشهر واحد من انهم هو البروتيز. انت جاوب بس على البروتيز ما لك علاقه، بتقول يوريا سبليتنج مايكرو اورجانزم فور اكزامبل بروتيز، خلص هاي نقطه صفر. عندنا نوع ثاني يوريك اسيد. احنا اليوريك اسيد بلتي نعلمكم كل شيء. يوريك أسيد it's depend on the society diet. شنو يعني society diet؟ المجتمع شاكم، المجتمعات الغربية مثلا اليوريك أسيد عالي. ليش؟ لأنه يأكلون الفاست فود كله لحم ودجاج، هذا شو اسمه يعني الهمبرجر وذني سوالف ماكو، فبي الريد ميت كل شهواية واللي هو rich in يوريك أسيد. يوريك أسيد منين يجي بابه؟ المنتج الأساسي مع اليوريك أسيد شي يصير وراء نيوكليك أسيد. نيوكليك أسيد يتحول اليوريك. أوكي تمام، هذا اليوريك أسيد. عندنا السيستين. السيستين هو في شيء نسميه ميتابوليك إرر، إنبورن إرر ميتابوليك ديزيز. السيستين هذا عبارة عن كريستلز. الكريستلز يسموه هيكساغونال. شنو يعني هيكساغونال؟ من يعرف بالعربي شنو معنى هيكساغونال؟ سداسي. سداسي. إيه من يشبه السداسي هذا؟ خلية النحل. تمام؟ خلية النحل السداسي يصير تنبني على أساس سداسي. فالسيستين ستون هو هيكساغونال سداسي الأشكال. الكاركترستيك مالت السيستين ستون شنو؟ من يصير سيستين كريستلز in the urine is diagnostic. هسا رح نجي للكريستلز، رح نعطيكم فشي بسيط عنه عدين من نوصل نعطيكم عليه. السيستين تو تايب، اكو هوموسيستين يوريا وهيتروسيستين يوريا. اوتوسومال ريسيسيف هو هذا، اوتوسومال ريسيسيف. اكو شغله هم تخطئون بها بابا، فرق بين الجينيتيك ديزيز وبين بين الكروموسومال ديزيز. من يقدر يعرف لي شنو الفرق بين الجينيتيك بين عفوا كونجينيتال والجينيتيك او الكروموسومال؟ شنو الفرق بين الكونجينيتال وبين الكروموسومال؟ وانطوني فد مثال احنا حكينا عليه بالمحاضره الماضيه على السيستيك ديزيز اوف ذا كيدني. واضح؟ يلا مين يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ الفرق بين الكروموسومال او نسميه جينيتيك والفرق بين الكونجينيتال. هواية انا اقول لهم شنو السيستين يجي يقول لي كونجينيتال. This is wrong. سيستين ستون it is not congenital. It is genetic او نسميه كروموسومال. والكروموسومال هو ريسيسيف. يا رب نقدر نجاوب على السؤال هذا. خلي أشوف الأسماء حتى دقيقة واحدة. أكو حد يعرف يجاوب؟ شو الفرق بين الكونجينيتال وبين الجينيتيك؟ سؤال بسيط جدا. يعني هو الجينيتكس يعني حسب الجينيتيك ما. الكونجينيتال يعني هو النسل هذا.
بس دقيقة محمد. أحمد منو؟ أحمد باكر. أحمد باكر معلم إيه طلع لنا إيه هذا الصوت معنا وجاء أحمد باكر جاوب دكتور الجينيتيك يعني معناها بالجينيتيك ما بالجينز الكونجينيتال يعني أثير عند يعني انبورن يعني تشايلد بورن دونات الجينيتيك يعني ممكن يظهر هذا ما تأثيره ممكن ما يظهر. تعال انطيني مثال على سيستيك ديزيز اللي طيبك يا ياهو الكونجينيتال وياهو الجينيتيك. دكتور عندنا الكونجينيتال اللي هو مال بوليسيستيك بالأطفال. مو بوليسيستيك شو بابا يعني مو بوليسيستيك بابا شو يسموه من يقول بوليسيستيك كونجنتال ابن ها مالتيسيستيك ميزوا ذاك مرة نبهتكم انتو اكو اشياء كمان هاي اشياء تخطئون بحقكم لان انتو يعني ما عندكم خبرة بهذا الموضوع بس رجاء نتعلمها. من نقول بوليسيستيك ماكو بوليسيستيك كونجنتال بابا مالتيسيستيك وما يميزه it is multicystic congenital due to atresia of the ureter هذا congenital صح لو صحيح يعني انت ما تضمن العائلة مثلا به يطلع واحد مالتيسيستيك عندهم طفل وشو نفع انت بابا حتى تعرف هذا الشيء ما راح يجوك الاهل عندهم طفل جابوه عنده مالتيسيستيك والجت المرة يعني حبلت مرة ثانية صار عندها طفل ثاني راح يخاف تقول لك دكتور هذا يرجع عند المرض لو ما يرجع تقول لها لا احتمال ما يرجع لان هذا كونجنتال صار اثناء الحمل ما اخذ علاج دوت مراتي سويت صار لي تعالج هذا الكوزز مالي بس بيجيك مريض شنو الاذر اعطيني اكزامبل على الكروموسومال او الجينيتيك هو البوليسيستيك لانه يصير بعدين لما يصير عند 20 او 30 لا البوليسيستيك شو وقت يصير ابني البرزنتيشن مالته ليت بس هو شو وقت يصير بابا ممتنس لا شوف ابني شوف بابا خليني اعطيكم راح اشرح لكم الموضوع وهذا خلوه ببالكم وانتبهوا واللي ما يفهم رجاء يرجع يسالني سؤال لان هذا موضوع كلش مهم اساسي بيسك على بابا الكروموسومال أو جينيتيك بي نوعين ابني اكو شيء يسمو بريزايغوتيك اكو شيء يسمو بوزايغوتيك شنو بريزايغوتيك شنو بوزايغوتيك انت امك وابوك دول كل واحد عنده كروموسومات ممكن يكون قرايب ممكن يكونون شنو مو قرايب قرايب بيأثرون على الاوتوسومال تمام لازم عندك الاب والام مصابين لان واحد يكون حامل المرض واحد يكون ما حامل المرض ما بي او اثنيناتهم حاملين المرض حتى يصير بالطفل يعني يصير بيك لازم امك او ابوك عندهم او اثنيناتهم ممكن عندهم حاملين للمرض افتهمت شلون فانت هذا المرض راح يتكرر ممكن يتكرر بيك يتكرر باخوك زين ليش لان اوتوسومال ريسيسيف 25% يتكرر اني سيبلينج يعني اي طفل يتكون يصير 25% احتمال ممكن يصير بيه المرض هذا اوتوسومال اوتوسومال دومينانت 50% يعني شنو 50% يعني كل ما يصير عندهم طفل 50% فمن يجيك ام واب عندهم بوليسيستيك كيدني ديزيز فتقول لهم يا انتم هذا طفل الاول صار عندكم الطفل الثاني اذا كان اوتوسومال دومينانت كل 50% ممكن الطفل الثاني يصير اذا اوتوسومال ريسيسيف ممكن 25% يصير يعني عندهم 60 ستون تقول لهم كل طفل عندكم ممكن يصير عنده 25% لكن من تجي للمالتي سيستيك كيدني اللي هو كونجينيتال لا هذا يصير بطفل واحد يجوز بعد ما يتكرر نهائي ليش؟ لأنه الأمية تعرضت إلى سبب خلال الحمل وصار بيه أسوى حتى الفكرة لو أعيد مرة ثانية وحبتونها إحنا وين المشاكل؟ المشاكل تعرفون وين؟ أسعاني عندي عوائل يراجعوني للعيادة عندهم كلهم polycystic kidney disease adult type زين؟ أكو واحدة بيهم بس الأمية هاي هذول راجعوني بس الأمية لكن يوم جابت لي واحد من ولدها عمره 15 سنة بادئ عنده تول بالنسبة للبرزنتيشن اللي قلت عليها بابا هذا الكلينيكال برزنتيشن وليش يسموه أدلت تايب المريض عنده بس ما يبين عنده أعراض إلا ورا هذا عمره 15 سنة بدأت عنده الأعراض 16
حسنا تبلش الاعراض وفما فوق، يعني ما بين عمره 5 سنين و6 سنين و7 سنين. فلذلك شو نقول لهم دول؟ نقول لهم بالتين ايجر، يعني دول المراهقين اللي عمره 15 16 17 سنه، نقول جيب جهاله كلهم نسوي لهم الترا ساوند حتى نشوف دول عندهم بوليسيستيك ديزيز لو ما عندهم. ليش؟ لان احنا من نلقي من وقت هذول ما نقدر مثلا نخليهم على بروتين ريستركشن دايت، على مدى الكدني مالهم لا تتعب، يعني الكدني بريزيرف مالهم قليل، يعني خزين الكدني مالهم قليله، فاذا ياكل بروتين زايد راح يتعب الكدني، يقلل البروتين راح الكدني عمرها تصير اطول. فهمتوا يعني؟ اكو سؤال لو نكمل؟ كمل دكتور واضح. بس راح نجي للاخر نوع اللي هو الرير، عندنا الزانثين والدراج انديوست. هذا لنزيز رير ديزيز، عندنا الزانثين ستون. الزانثين ستون اكو حد يقدر يقول لي شلون يتكون الزانثين ستون؟ شوفوا احنا باليوريك اسيد ستون استخدم الالوبيورينو اللي هو زانتين اوكسيديز انهبيتر، وكو مرضى عندهم ريبيتد يوريك اسيد ستون خليهم على الالوبيورينول فور لونج لايف او فور يعني ماني ييرز، يبقى فتره طويله عليه. هذا الزانتين اوكسيديز انهبيتر اذا استخدمته فتره طويله ودوز تكون عاليه، مثلا مريض عنده جاوت، مو شرط اللي عنده ستون عنده جاوت ياخذ الالوبيورينول، فبالحاله ايش راح يصير عنده؟ احتمال زانتين ستون. الزانتين ستون عادة يتكون إما من الزانتين. من يعرف الأكل اللي بزانتين هواي؟ كلكم تشربون شرب، هو بشرب موجود الزانتين موجود بالبيبسي هواي، اللي يشرب بيبسي هواي ممكن يصير عنده زانتين ستون، إما due to high زانتين بالدايت أو نتيجة استعمال allopurinol for long period اللي هو نسميه زانتين أوكسيديز إنهيبيتر. فهذا إيش راح يسوي؟ راح يقلل اليوريك أسيد بس يزيد الزانتين يصير الستون. السيليكا هذا هو موجود، السيليكا موجود بال قولوا وياي الانتي اسيد اذا واحد يستخدم كل شويه. واكو دراج انديوس، هذا فيري كومن لازم تعرفون لو ترجعون للقائمه الكوزز، عندنا تراي امتلين اللي هو نوع من انواع البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، عندنا الاندينافير عندهم بر كل شويه يستخدموا الاندينافير، الدراج ما نستخدمه بابا الاندينافير مو سامع بي انتي فايرال، هذا من يعرفه الدينابير يستخدمون كل شوية. الHIV هو very common drug يستخدمون outside. It is for HIV treatment. ممكن يسوي عندنا الستون. السيبروفلوكساسين يقولونها ممكن يسوي الستون ده واحد يستخدمه فترة كل شوية. بس احنا اكثر شيء عندنا الترايمترين اللي هو بوتاسيوم سبيرنج، هذا ينخبط بالكلورثيازايد على موت الدايوريتكس. اكو جوا تشوفون رينال ستون ار 98% مينرال 20% اورجانيك ماتريكس. من يقدر يشرح لي هاي العباره؟ اكو احد يفهم هذا الموضوع او عنده معلومه هذا الموضوع يشرح لي العباره شو معناها؟ راح اسالكم سؤال، شو الفرق بين الحسو مالت الكلى والحسو مالت الشارع؟ بشارع ماكو حسو بابا؟ نعم يا من يقدر يقول لي شو الفرق بين هذا الحسو وهذا؟ ليش هذا السؤال؟ أنا عندي بس دقيقة واحدة راح أجاوب، راح أقول لك ليش هذا السؤال. أنا خلال هاي تقريبا 32 سنة بالطب شايف ثلاث مريضات ثلاثة، إيش عندهم دول المريضات؟ يجيبوا لك حصو يقول لك دانيال أمي تقول دكتور هاي المريضة ثبت هاي الحصويات، فأربع خمس حصويات صغار، فهم شلون؟ إذن المريضات عندهم psychological problem إنه try attention of their family، فيجيبون حصو من السريت من الشارع، يجيبون حصو من الشارع ويدخلون التواليت يطلعون يقولون له عليهم هذا الحصو. فأنت لازم تميز بين حصو الشارع والكوليسترول اللي موجودة بالكيدني. فمن يعرف شنو الفرق بين حصو ما الشارع وحصو؟ حتى لا يعني أنت بعدك مثلا ما عندك خبرة هواية ما تعرف تقول إيه والله صحيح هاي المريضة ذبت تلقى الحصوات. يلا من يعرف شنو الفرق بين حصوة الشارع وحصوة الكلى؟ هذا جواب. الأورجان ماتريكس. الماتريكس. يعني شنو معنى أورجانيك ماتريكس؟ ما أعرف، يعني أنا أعتقد إنه كأنما يعني شلون مكونات يعني من الإبيثيليال أو مالت اليو منتج. تمام. راح أجاوبكم حتى لا نضيع الوقت. أول شيء الفرق بين الستون أو ذا كيدني. الكيدني ستون تحتاج نيوكليس. شنو النيوكليس هذا؟ يعني شايفين المصقولة؟ نعم.
مواكو بها اللوزاية جوه صح لو صحيح؟ اللوزاية هي هاي النيوكليس most of the nucleus هو organic matrix شنو organic matrix مثل ما قلت piece of papilla مثلا قطعة من البابيلا يعني ممكن تتكون بالبابيلا ويصير هاي البابيلا يصير بيها نكروسس وتوقع هذه الأورجانيك ماتريكس مالتها راح تتكون نفس الكريستلز ممكن تكون نيوكليس وتكون فالأورجانيك ماتريكس هو عبارة عن بروتين البروتين مثل ما قال زميلتكم قد تكون من الإبيثيليوم من اللايننج مالت التوبيولز ممكن تصير ممكن تصير من البيس أو بابيلا ممكن تصير نوبات فورم بادي ممكن يصير نيوكليس ماتريكس اسمه بس الأورجانيك ماتريكس هي any things other than the crystals الشارع ما بي أورجانيك ماتريكس هو عبارة عن collection of the crystals فقط الكريستالز شو تميز الشارع عن الكيدني ستون من الكونسيستنسي مالته الرينال ستون عادة أو اليورينال ستون الكونسيستنسي مالته يختلف عن الشارع الشارع يجي كأنه يعني ال very solid لأنه يعني كل شيء dehydrated يصير هنا solidity مالته يصير أقل هنا شكل تنش consistency مالته أكو فرق طبعاً كل شيء هواية بين دول الاثنين طبعا الشكل شلون يختلف الشكل انت هسه شايفه الحصو مال الشارع مو صحيح اي نعم لازم تشوفين الحصو مال السؤال هاي قدامك الصوره طلعت شو الصوره هسه هاي مال الستاك وممكن تشوفين الترك فياخذ الاناتوميكال يعني مثل يوريتريك ستون شفت المحاضره السابقه قلت لكم اكو ستون باست اذا تتذكرين يعني ياخذ الاناتوميكال كونسيستنسي وبعدين تي من تحركيها يعني من بيدك ماكو تفركين بيها تبدي عندك الكريستلز مالت الستون تصير بينما حصوه الشارع لازم اي حصوه شارع فركيها تفرك بيدك لا ما تفرك بيها في الشكل محدد لا ما انا بينما هنا لو تاخذ شكل الكدني او رينال بلفس او الكاليكس او تاخذ شكل اليوريتر وبالبلادر عاده يكون راوندد وبعدين انتم الاشكال انا مع الاسف انا ما منطيكم صوره يعني لو اعطيكم صوره مالت الستونز وكل ستون تعرفون يعني شلون الشكل مالته وهو فيكس يعني مثلا الكالسيوم اوكساليت يكون الكالسيوم لا هاي نعطيكم اياها هاي هسه شوفوا الاشكال بابو هنا بهاي الصوره تشوفون كبرت لكم الصوره شوفوا هاي الاشكال مالت الحصوات اللي تشوفوها ثابته الكالسيوم اوكساليت يصير سبايكي شنو سبايكي يعني مثل يعني العاقول الخشن فهمت شلون اليوريك اسيد ستون لونه يكون احمر او اصفر تشوفون بالصوره هماتين الستروفايت هاي شفتوا الستاغهورن او هذا اللي هسه تشوفوه قدامكم والسيستين ستون لونه يعني مو صفار يعني صفار على حمار هيك لون يصير واشكاله كلها مبينه يعني وهذا السيستين ستون كانه قزاز يصير مثل القزاز يصير فهاي اشكالها قدامكم موجوده ما تتغير كلها نفس الاشكال ابدا ما تتغير فانت عندك اربع انواع خمس انواع من الحصو ما يتغيرن الكالسيوم فوسفيت ماكو صورته هنا يشبه الطباشير يسموه ديرتي وايت يشبه الطباشير وحتى يتكسر بكل سهولة طبعا الحصوات بهن اختلاف حسب الكونسيستنسي مالتها اقوى حصوة موجودة هي سيستين ستون اللي تقاوم الازول هسه نحكي عليها الاكزاكت كوربوريال واقل ستون ممكن تتكسر هي الانفكتيف ستون يعني بيدك بس لازم بيدك ممكن هاي الحصوات كلها تتكسر بيدك فهاي انواع الحصو وهاي الطريقة اللي فيها الحصوة الشارع عن حصوة اليوريناسيس الكونسيستنسي مالته والشيب مالت الستون اكو حد عنده سؤال قبل ما نبلش بالكلينيكال فيتشر الكلينيكال فيتشر باو هنا قدامكم صوره انا منطيكم عن كل التفاصيل انا يهمني شغلتين هنا مهمه كل بيشنت عنده لوين بين بلس هيماتوريا يو شود يعني ستون انتل بروف اذروايز لوين بين بلس هيماتوريا البين إذا كان
سيفير كوليكي هذا كاركترستيك من اليوريتريك ستون. والبين اذا كان دل بين زين هذا مال رينال ستون. هيماتوريا ممكن يصير مايكروسكوبيكال ممكن يصير ماكروسكوبيكال. هذا ان جنرال يعني the commonest clinical feature of the ستون. وهي قدامكم الصورة وانواع الكلينيكال فيتشر وهو حاجة على الدياغنوز كذا ما لنا علاقة بهاي الصورة احنا بس انتو خلوا اهم شيء ببالكم وهذا الشيء. عندنا الدياغنوز مالته اليورين اول شيء يورين اكزام اني يورولوجيكال بروبلم وات از ذا بروبلم وات ايفر من اسئلة شو الانفستيجيشن اللي نسويها رقم واحد تروح للجنرال يورين. الجنرال يورين الاشياء المهمة هو عندنا البي اتش كلش كلش مهم بالستون. من يقول لي اهمية البي اتش بالستون شنو هو؟ Alkalization ممكن أسدك. حتى type of stone. بالضبط. أكو two type of stone. أكو stones تتكون in alkaline media وأكو stones تتكون in acidic media. For example, the acidic media هو uric acid stone والalkaline media الalkaline media هو الstrobite stone. فلذلك أني من يجيني pH alkaline هذا تقول most likely this is infective stone or strobite stone. التريتمنت مالته بالحاله ايش راح يصير؟ acidification of urine. من يعرف شلون اسوي acidification of urine؟ فيتامين سي. واكو في دراج يسموه امونيوم كلورايد. احنا نستخدم الفيتامين سي. نجي الاذر دايجنوستيك عند الار بي سي كلش بس يعني الالكلاين اسوي له acidification. acidification للالكلاين بابا. الacidification هو الفيتامين سي يعني اسكوربيك اسيد. او اكو دواء يسموه امونيوم كلورايد. اوكي والالكلاين احنا صراحة نجي ناكد كل شوي على الالكلايزيشن هي باي اما سيتريت او باي كار. اكو بعد سؤال ار بي سي مثل ما قلنا مايكرو او ماكرو ماتوري الوايت بي سي هاي كلش كلش مهمه بابا. انا هواي اشوف اللي يجون عندهم حصوهم اتبايت الحسو علاجه مو بالأنتبايتك بابا إلا بحالات إذا يعني عبر ثلاثة أيام أربعة أيام خصوصا باليوريتريك ستون أكو لايابوليتي إنه المريض يصير عندك نوع إنفكشن. الوايت بي سي للمريض اللي عنده ستون مو معناه إنفكشن. الوايت بي سي إحنا قلنا أكو ديفرنشال دايجنوسيس أوف بايوريا ستيرايل. أنا منطيكم إياها إذا منطيكم production لكم أنا منطيكم إياها شنو differential diagnosis of sterile pyuria. من يعرف؟ دكتور ممكن يعني TB. TB. محمد مودة تحكي أنت محمد؟ TB وبعد. دكتور ياسر. TB. بعد. هاي ستون. خلوها بايك وبابل والفورم بدي كلهم يسوون وايت بي سي بس مو بالضروره يسوون بكتيريا يعني مو بالضروره انفكشن. تلقي وايت بي سي 20 30 40 هذا ديو تو ذا ستون سيلف. فهمت شلون؟ يعني مو نسيسري اكون لذلك المريض اللي عنده جاست وايت بي سي ما عنده سيمبتومز مال انفكشن وما عنده بكتيريا ما يحتاج شطه انتي بايوتيك. كريستلز راح نجي بعدين على كريستلز. The only crystals اللي of significant هو cystine crystals. البقية إيش قلت يطلع لك amorphous urate, amorphous madrashino, calcium phosphate. This is of no significant the crystals. Culture نسوي مثل ما قلنا إحنا إذا أكو evidence مال infection أكو bacteria نسوي culture ممكن لأنه الستون إذا تبقى فترة طويلة ممكن نسوينه. عادة الستون خلال 48-72 ساعة إذا سوت obstruction ورا 72 ساعة ممكن الانفكشن يبدأ عندك. 24 hour urine for قبل شوية إحنا حكينا calcium phosphate oxalate urate citrate sodium. هسه بعدين راح نحكي على الصوديوم أو خلينا نحكي على الصوديوم. أهم شيء المريض اللي عنده stone whatever is the type of the stone you should restrict sodium. بتقول له لازم تأكل نص ملح اللي يتكون حصو باستمرار. ليش؟ لأن الصوديوم له علاقة بالكالسيوم. من يصير excretion مال الصوديوم يصير excretion مال الكالسيوم. فانت المريض ما يصير يسوي ريستريكشن مال الكالسيوم لان الكالسيوم نسوى ريستريكشن يسوي لك كومبليكيشن من ضمنها الاوستيوبوروسيس او اوستيوماليشيا. لكن الصوديوم لازم يسوي له ريستريكشن على مود الكالسيوم ليصير باكسكريشن باليورين. تمام شلون؟ فلذلك
انت ما تريد تسوي دايت ريستركشن، قول له لا تحط ملح بالاكل سايد، مثلا على السلطه لا تحط ملح الاكل بالتمن بالمرق مالته، خليه نص ملح. شلون بالضغط؟ نفس الشيء بالنسبه للبسكوت. نعم بس عيد هاي الملاحظه مال الصوت. شوفي بنتي، احنا قلنا اهم شيء الكونسنتريشن اوف ذا سولت ان ذا يورين، صح لو مو صحيح؟ نعم. تمام. أهم سولت عندنا يعني 80% من الحصو هو كالسيوم. الكالسيوم من يصير باليورين عالي يصير عندك ستون، صح لو مو صحيح؟ نعم صحيح. منو يخلي الكالسيوم يصير بي باليورين عالي؟ إما عندنا رينال كوز أو عندنا المريض اللي يأكل صوديوم هواية. ليش؟ لأن الصوديوم من يصير بي سكريشن يسحب وياه كالسيوم. نعم. شلون؟ اكو علاقه بين الصوديوم والكالسيوم. When the sodium excretion is high, the calcium is high. فاحنا شو نسوي؟ احنا الكالسيوم ما نريد نسوي له ريستركشن، لان تعرفون قلت لكم اما عندنا اطفال او عندنا نساء، تعرفون النساء they are liable due to hormonal causes for osteoporosis، صح لو مو صحيح؟ فيتامين دي ديفيشنسي يصير عندهم. فلذلك هذول شو نسوي؟ ما نقول لهم اقطعوا الكالسيوم، نقول لهم اقطعوا الصوديوم. يعني شنو؟ قلل الصوديوم، لان احنا من نقلل الصوديوم ايش راح يصير؟ الكالسيوم ما يصير بيك سكريشن زايد باليورين، بس يبقى بالبلد كميته يعني طبيعيه بحيث ما يسوي هاي الكومبليكيشن. نعم. اعيد لو افتهمتي بابا. اوه دكتور هذا هو. لا لا اذا ما افتهمتي نعيد من جديد. لا لا افتهمتها. يعني بابا. خلاص نجي الاذر انفستيجيشن هو البلد تيست، نسوي كالسيوم وفوسفيت ويوريت الكلاين فوسفاتيز البومين باراثايرويد هرمون، هذول بالبلد نسويهم، رينال تيوبولار فانكشن، صوديوم بوتاسيوم اند كلورا وبلد غاز اناليسيس. هاي الاشياء اللي نسويها بالبلد. عندنا بعد بالدايجنوستس عندنا ستون اناليسيس، انواع الستون اناليسيس اما كيميكال يعني الحصوية يمردوها ويشوفون الكيميكال كومبوزيشن مالته، سي تي سكان، من يعرف يقدر يقول لي سي تي سكان شلون استخدمه للدايجنوستس اوف ذا تايب اوف ذا ستون؟ يعتمد على شنو؟ اللون اذا راديو لوسنت راديو لوسنت راديو اوبيك بالاكس راي العاديه هو نيتف سي تي، حتى نيتف سي تي ما له علاقه. القياس ما تبغى تعرف شو القياس السي تي، لازم أهل الراديولوجي يطاقون يانا السي تي بها قياس يسموه هاونسفيلد. سامعين بالهاونسفيلد؟ نعم. الهاونسفيلد هي القياس، يعني أنت شلون تعرف هذا رينال سيل كارسينوما، شلون تعتبر هذا بيناين، شلون تعتبر هذا ستون، افتمشون على هاونسفيلد. شنو هاونسفيلد؟ هي درجة قياس السي تي سكان، تمام؟ بينما بالإكس راي عندنا رنتن أو رنتنجين يسموها أو رنتن، هو درجة القياس مالت الإكس راي. هناك نسميه راديو أوبيك راديو لوسن بالكي يو بي، هنا لا على هاونسفيلد. الهاونسفيلد مثلا مال يوريك أسيد ستون 400، مثلا مال كالسيوم ستون 1400 مثلا. تمشون فكل ستون عندنا قائمه يم اهل الجراحه، نقول يا بطل عندنا شنو نوع الحصوايه، فشي يروح للحصوايه بس اي تي بالكمبيوتر يطلع الهاونسفيلد مالت الحصوايه ويقارنها ويا الجدول اللي عنده. يعني بالصوره من الباعون ما تعرفون هذا شنو نوع الحصوايه، لكنه بالكمبيوتر من يحط التريسر عليه، من يحط العلامه عليه راح يطلع له الستون، يقول لي اريد شنو مال هاي الحصوايه شنو هو الهاونسفيلد، راح يطلع لك اياها. من يطلع لك الهاونسفيلد مالته راح تعرف شنو نوع الحصوايه. فهمتوا لو لا بعرف؟ يعني الحجم يعني؟ لا يا ابني شنو الحجم؟ النوع ما له علاقه بالحجم ابني. يعني انا اريد لو كالسيوم ستون، لو ستروفايت ستون، كل واحد له هاونسفيلد خاص. أول شيء فهمتوا الهاونسفيلد شنو ولا لا؟ أي دكتور فهم؟ لكل السبستانس اللي موجودة بالسيتي سكان، يعني العظم له هاونسفيلد، الكدني له هاونسفيلد، التيومر له هاونسفيلد، الستون له هاونسفيلد، كل واحد له واحد قياس فيه.
السيتي سكان عن طريق الهاونسفيلد نعرف نوع الحصوة. سبكتروفوتومتري هذا موجود جهاز هو بها طريقة محددة على اللون هذا فوتومتري من اسمه فوتومتري يعني قياس الألوان هي هاي يسموها يطلع لك إياها. إكس راي ديفراكشن هم نفس الشيء الحصواية ممكن أنت ورا ما تطلع تتعرض للأشعة وينطيك إلى ديفراكشن بها قياسات محددة يطلع لك إياها. فأكو أربع طرق لقياس الستون أناليسيس. أكو حد عنده سؤال عن يا بابا؟ دكتور مش ما حاطين التراس ساوند ايش عاجب هسه هاي جن هسه التراس ساوند هسه احنا راح نرجع للدايجنوستس من جديد حتى لا تلاص عليكم. اول شيء يورين ذن الاشياء الموجوده باليورين. اثنين بلاد تيست ذن الاشياء اللي نسويها بلاد تيست. ثالثا ستون اناليسيس هاي بالستون اناليسيس. هسه راح نجي للراديولوجي. اول شيء عندنا الالترا ساوند هاي قدامكم الصور. الصوره الاولى اللي على اليسار لازم أشير لكم عليه أكبره وأشير لكم عليه دقيقة حتى تعرفون الستون وين صايرة. هذا أمانة this is POJ stone تشوفون هذا الأسود الكبير هذا الأسود الكبير هذا رينال بلفس هذا كاليسيال ستون تشوفون هاي كاليسيال ستون هاي بالأبر كاليكس ستون هذا بالPOJ اللي أشرناه بالأسود هذا هنا الأسود هذا رينال بلفس وهذا أبر كاليكس وذاك الكلمة. أعيد أكثر واضح. الصورة الثانية أوضح هسه راح أبين لكم إياها. هاي الصورة الثانية الرينال ستون هذه بالرينال بلفيس هم بالبيو جي تمام. وده شوفون هاي هايدرون فروسس صار عنده هنا هايدرون فروسس هذا السواد مات الكاليسيس كله هايدرون فروسس. شوف هذا هايدروكاليكس وهذا الرينال بلفيس كله هذا كله رينال بلفيس هذا داش وده كاليكس هذا من فوق ده أشير لكم على الكاليكس. شفتوا عيني؟ نعم دكتور. هذا الالترا ساوند. راح نجي هنا نزغر هذا كي يو بي هذا عندكم كي يو بي الستون شفتوه مو صحيح. This is the هذا الستون تشوفون واضح معكم؟ نعم. أبر كاليكس راح نروح لهاي الصورة الثانية هاي بالآي فيو هسه بدي أشير لكم عليه. شوف الأبر كاليكس صاير هايدرو كاليكس مو صحيح؟ هايدرو كاليكس بينما الكاليكسز تشوفوهن كلهن كابت مقعرة هذا الكاليكس شاير بي كلب محدب وب multiple stones multiple stones تمام؟ تمام. هذا upper calyx هذا طبعا ده شوفونه بهذا خلينا نحكي على الكاليسيز عندنا الميجر كاليكس والماينر كاليكس. الميجر كاليكس من 2 الى 3 ده شوفون هنا 2 ميجر كاليسيز هذه الصورة ده تبين عندكم ده تسمعوني دكتور؟ نعم بس الصوت بين بس الصورة راحت الصورة راحت إيه لأنه شو اسمه هسه دقيقة أطلع لكم يا مجيد. تمام رجعت لكم الصورة مو صحيح؟ إيه نعم دكتور هسه دقات بس دي حمل دكتور بس سؤال. إيه تفضلي بابا. هاي الانفستيجيشن من جنرال يونيون للبلد تيست للإيميجينج أي بيشنت عنده ستون إحنا راح نسويه وكلهم لحد من وصل الدايجنوز لو على أي أساس؟ لا هسه إحنا بس خلي أكمل هاي الإكس راي عيني وهسه أنا راح أجاوبك على السؤال. عندنا هسه هنا هاي الصورة كلش حلوة. ااا
شوفوا هاي الصورة برا حتى أجاوبك على هاي السؤال، بس خلوا هاي الصورة ببالكم. هسا قبل شوية شفتوا بالألترا ساوند أكو بيو جي ستون، وبعدين أثنين بيو جي ستون زين بالألترا ساوند، وشفتوا بالكيو بيو والآي بيو أبر ليسيل ستون مالتبل ستونز بالدي كاليكس وصايرة هايدرو كاليكس. خلوا هاي الصورة ببالكم. هسا رح نجي شوفوا هذا المريض. هذا المريض إيش عنده؟ من يقدر يعلق لي على ومالتيبل بايلاترال رينال ستون ومالتيبل يوريتريك ستون. شوفوا اليوريتريك ستون شلون صايره، تشوفون؟ نعم. هذا شو يسموه هذا الستون يوريتريك ستون؟ شو يسموه هذا؟ هذا يسموه شتاين ستراس، هاي بالالماني شتاين ستراس يعني الحصو مال الشارع. اي مال الشارع، تشوفون شلون؟ هاي مالتيبل ستون. خلوا هاي الصوره ببالكم، خلوا ذني الصور كلها ببالكم، وخلوا هذا الصوره هذا كي يو بي فور لول كاليسيال ستون left renal stone lower calcium stone. تمام، حفظتوا هنا الصور. هذا سي تي سكان، تشوفون هذا ستاغون كالكولس سي تي سكان، وبالاذر سايز هماتين عنده ستون هاي باي لاترال. هنا هنا عندنا بي او جي ستون، وشوف الهايدرونفروسيس باي ذا ستون. تمام، شفتوا هاي الصور؟ نعم. هسه نجاوب على هذا السؤال. شوفوا انتوا عندكم مريض يجي عنده سمول ستون بالكدني باليوريتر، مو صحيح؟ مينيمال انفستيجيشن اللي نسويها الدولة، مثلا مريض جاكم عنده ستون فيرست تايم اول مره والحصوايه مالته مثلا 6 7 ملي رينال ستون، راح انا احكي بس رينال ستون ما له علاقه باليورتريك ستون، بعدين احكي لكم على اليورتريك ستون. رينال ستون 6 ملي 7 ملي. اول شيء شلون نشخص المريض؟ مريض يجيك عنده لوين بين ويقول لك هيماتوريا او ما عندي هيماتوريا، تمام؟ بقيت الاشياء بالهيستوري والاكزامينيشن نيجاتيف. تروح تدز جنرال يورين اكزام، جنرال يورين اكزام، وتدز الترا ساوند. خش باليورين راح تشوف الكرايتيريا اللي حكيناها، وبالالترا ساوند قال لك 6 ملي ستون. زين ال 6 ملي ستون راح نجي هسه للتريتمنت. شنو التريتمنت مال؟ خلاص هذا انتهى الموضوع، هذا انتهى الموضوع. جاك مريض ثاني مثلا عنده رايت لوين بين، عنده هيماتوريا، سوينا له الترا ساوند، طلع بالالترا ساوند مالته 25 ملم 30 ملم ستون، عنده فاميلي هيستوري مالت الستون، وهذا الستون سكند اتاك، وعنده بريفيس هيستوري مال سيرجري، معناه ايش عنده؟ كل الريسك فاكتور مالته. هذا ايش راح نسوي له؟ نسوي له سي تي سكان، نسوي له يورين كومبليت يورين اكزامينيشن، يورين كلتشر، نسوي له بلاد يوريا سيرم الكترولايت، نسوي له بلاد انفستيجيشن، كل اللي حكينا عليه، واليورين انفستيجيشن مال 24 اور كل يسوي عليه. ليش؟ لان هذا عنده ريسك فاكتور فاميلي هيستوري، ريبيتد ستون فورميشن، عنده بيج ستون هاي ريسك. هذا المريض الرزق يسوي له كل الانفستيجيشن، يسوي له الترا ساوند اي في يو سي تي سكان، او الترا ساوند اي في يو، او الترا ساوند سي تي سكان، فهمت شلون؟ ويسوي له كل الميتابوليك سيرفي اللي حكينا عليه قبل شويه. فاذا ذني الاشياء تعتمد على شنو؟ تعتمد على نوع المريض. يعني مو يجيك مريض عنده 6 مليم وانت التريتمنت مالته كونزرفاتيف تروح تسوي له سي تي وتسوي له ميتابوليك سيرفي، لا هذا ما يحتاج. تمام شلون؟ يعني نعتبر هسه السايز من ضمن الريسك فاكتور، اذا سايز كبير بس ما عنده ريسك فاكتور ما نسوي له كل الانفستيجيشن. ها راح نجي واحد بالنص، اول مره عنده ستون، طلع الستون مالته مثلا 20 ملي زين عيني اللي هو بيون كونزرفاتيف، سوينا له الترا ساوند، سوينا له جنرال، تمام لو تمام؟ ايش راح يحتاج هذا؟ نسوي له مينيمم بلاد تيست اللي هو بلاد يوريا سيرم الكترولايت، ونسوي له سيرم كالسيوم فوسفيت، ونسوي له سي تي سكان. لانه ها يعني انت هنا المرضى احنا اكو شيء كلش مهم لازم نحطه بالاعتبار، الكوست، نسميه كوست بنفيت. شنو الكوست بنفيت؟ يعني انا هذا المريض من راح ادزه سي تي سكان وذ كونتراست او سي تي سكان نيتف، النيتف سي تي سكان يكلفه 80000، سي تي سكان كونتراست يكلفه 150000، فهمت شلون؟ مثلا اكزامينيشن مال بلاد تيست اذا اسوي له بس بلاد يوريا يكلف 10000 دينار، اذا اسوي له كالسيوم وفوسفيد وسيستين يكلف 100000 دينار. فانت من راح تدزين المريض 300000 400000 انفستيجيشن وهو ذني كله ما يحتاجه، مو صحيح؟ فهمت شلون؟ فنسوي نقول كوست بنفيت
for the patient. يعني ياهو الأهم إنه هو ما راح نصرف على المريض استفاد المريض ولا. فهاي الأشياء كلها خليها بالاعتبار. يلا بذاك الوقت نقول هذا المريض اندزه هيك. بس أنت minimal requirement تحتاجين minimal requirement ultrasound, general urine, blood urine. These are minimal requirement تحتاجي للمريض. إذا كان يعني نعم. إنه ال treatment مالته إذا كان بالإجوال أو بالبي سي إن أول هذا راح نسوي له investigation أكثر لو لا. بالتأكيد طبعًا. أنا أقول ليش باي مثلاً مريض عنده extra corporeal shock wave lithotripsy عندش ultrasound كيوبي كلش كافي عليه بينما مريض ما نسوي له بي سي إن أول لا أحتاج ultrasound وأحتاج CT scan وأحتاج يجوز IVU. أفهم شلون؟ أو أحتاج ultrasound ويا الاي في يو زين أو أسوي ultrasound واي في يو سي تي سكان بس ما يصير هذا اعتمد بس على الالتراساوند مالتي ما يصير بس اعتمد على الاي في يو حتى سي تي سكان بعض الأحيان واحدة ما يكفي فهمت شلون؟ لأن أكو كرايتيريا موجودة من أسوي بي سي إن أول أكو كرايتيريا ببالي أني مو بس للدايجنوسيس أكو كرايتيريا ببالي للعملية لأن العملية بها خريطة شنو الخريطه مالت العمليه يعني انا هذا اشرح اسوي بلان لهذا المريض البلان مال هذا المريض يعتمد على الراديولوجي اللي عندي فهمت شلون والبي سي ان ال مثلا اكو التراسونيك ابروتش اكو فلوروسكوبيك ابروتش اكو هسه اندوسكوبيك ابروتش واكو كومبايند ابروتش فمثلا انا احتاج الاي في يو من اسوي راديولوجيكال فلوروسكوبيك احتاج الالتراساوند والسي تي سكان من اسوي الالتراسونيك فإذاً then investigation من الدزين هي مو فقط for diagnosis إنما then investigation about a design على موشنوه a plan for my surgeon تمام أوكي واحد بعد هذا السؤال هسه نجي للتريتمنت شوفوا أنتوا عندكم تفاصيل كل شوية راح ألخص لكم إياها التريتمنت يعتمد على الأشياء التالية أولاً size of the stone one of the important parameter is the size of the stone اثنين site of the stone راح نجي واحدة ونش اسمه ثلاثة presence of the complication أربعة state of the patient راح نأخذ واحدة size of the stone راح أطلع لكم هسه هنا هذا إذا جو الأربع مليم no treatment it pass spontaneously conservative treatment إذا من خمسة إلى ثمانية مليم أكثر من 8 مليم أو إحنا أكثر for convenience سميه 10 مليم extra corporeal shock wave lithotripsy طبعاً هاي الكرايتيريا بابا for renal stone not for other stone for renal stone only the شوف treatment of renal calculi خوش؟ تمام الأذر treatment اللي عندنا هو minimal invasive PCNL وساندويش therapy ريرز الريرز هو ريتروغريد انترارينال سيرجري يسموه فلكسيبل يوريتروسكوب URS يوريتروسكوب الريرز ريتروغريد للار اي انترارينال الاي ار انترارينال والاس سيرجري اخاف الملخص هذا ما فهمته عندنا لابروسكوبيك بايلوليثوتومي هسه راح نجي للسلايد الثاني هنا انا منطيكم احنا قلنا جو الاربعه محتاج تريتمنت من اربعه للعشره هذا كونزرفاتيف زين هسه راح نبلش من العشره وفوق هسه فهمتوا عيني جو العشره جو العشره اكو نوعين جو الاربعه ما تعطي اي علاج ما تقول اشرب مي وسوائل وحركه وفولو اب من الاربعه للعشره هذول كونزرفاتيف الكونزرفاتيف راح نجي الكونزرفاتيف مال دراكس يعني هسه بعد شويه راح نجي هسه عندنا هنا من العشره وفوق 10 إلى 20 extra corporeal shock wave lithotripsy. إذا ما corresponds PCNL. من 20 إلى 30 PCNL رقم واحد. زين. إذا المريض أكو contraindication لل PCNL أو هو المريض ما يريد يسوي PCNL تحوله على extra corporeal shock wave lithotripsy. أكثر من 30 مليم PCNL. إذا نفس الشيء المريض contraindication للسيرجري أو المريض ما يريد يسوي عملية يسوي extra corporeal shock wave lithotripsy. أكو سؤال على هذا size of the stone أحد عنده سؤال بابا لا دكتور واضح واضح دكتور
بس خلي أشوف لكم الكونزرفاتيف. هذا الميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت شنو الأشياء اللي بيها؟ بيها دراكس وبيها انستراكشن. انستراكشن نقول للمريض نقول له أخذ مثلا ليمون جوز على مود السيتريت. إذا مريض عنده هايبوستريتيوريا نقول له أخذ مثلا ليمون جوز أو أورنج جوز مثلا يأخذ كل شيء هواية. ونسوي دايتري ريستريكشن في حالة الأبسوربشن. هذا نسميه تشينج لايف ستايل، يعني نغير من طريقة الأكل والشرب مالت المريض. دراجز اللي نستخدمه قسم يستخدمون كالسيوم شانل بلوكر، قسم يستخدمون الفا بلوكر. بس دني الدراجز اللي موجودات كالسيوم شانل بلوكر والالفا بلوكر دني يستخدمون باليوريتريك ستون مو برينال ستون، يوريتريك ستون. بس انا هنا حاطه كله ويا الميديكال تريتمنت لان كله هو واحد. فهمتوا؟ اهم تريتمنت بالنسبه لنا عندنا هو كلش مهم احنا بالبراكتس نستخدمه هو تشينج بالبي اتش. لازم تعرف شنو نوع الستون. اذا الستون طلع عندك مثلا الكلاين ميديا تسوي الـ pH تحول acidification. وإذا الـ stone بالأسيد تسوي الـ alkalinization. In general, uric acid stone, cysteine stone primarily are conservatively treated. يعني هم دول medically treated. If not response, we do surgery. والـ medical treatment مع الـ uric acid with cysteine stone هو alkalinization of the uric. أكو حاجة عنده سؤال عن medical treatment؟ إذا هذا كله اعتمدنا على size of the stone. Site of the stone. أنقص مكان الستون اللي ما يصير response الكلهن ذني يعني extracorporeal or medical treatment هو lower pole stone. Lower pole stone نسميه يعني challengeable. يعني هذا challengeable العفو. Challengeable يعني be challenge. عادة lower pole stone extracorporeal shock wave lithotripsy مالته low. فلذلك احنا اما جوا 10 مليم نستخدم rears. يعني شنو الريز باي فلكسبل يوريتروسكوب. فوق ال 10 مليم 15 مليم نستخدم شنو بي سي ان ار لان لوور بول ستون بها مشكله. يعني تعرفون هذا انتي جرافيتي. انتي جرافيتي يعني لازم يعني تتكسر والحصوات تصعد فوق يلا تنزل جوا. فلذلك الريسبونس ريت مالها قليل. هذا لوور بول ستون. هذا السايد. الابر بول ستون بالعكس ذا بيست ريسبونس هم رينا تريك ستون والابر بول ستون لل هذا side of the stone مو صحيح؟ ايش قلنا بعد احنا؟ قلنا ال size basis of complication or state of patient basis of condition ال complication. ال complication شنو؟ شفتوا بال CT scan وشفتوا بالالترا ساوند اكو stone قاعده بال POG هاي مسويها obstruction زين؟ هذا ما يصير أن أنا أجي وأسوي للمريض PCNL أو أسوي لك extracorporeal shock wave. أول شيء لازم شو أسوي إذا مثلا هذا المريض 10 مليم 12 مليم POJ stone ويراد له شنو extracorporeal shock wave lithotripsy. ما يصير أن أروح أسوي لك extracorporeal shock wave lithotripsy وعنده obstructed kidney. إيش لازم أسوي؟ اثنين control infection. يلا اروح اسوي اكسترا كوربورال شوف وين هنا شلون اسوي ريليف مال الاوبستراكشن باي بي جي او باي دبل جي ولازم اعطي بريليمينري انتي بايوتيك ات ليست فور 2 ويكس الى ان الانفكشن يروح. يلا اروح اسوي شنو اكسترا كوربورال شوف وين هنا. فاذا هذا بريزنس اوف كومبليكيشن يحدد مريض ثاني عنده كاليسيوم ستون هذا راسه راح يصير شوف وين هنا. وبال obstruction وانتظر على conservative treatment أقول انتظر أسبوعين وثلاثة أسابيع هو عنده obstruction بس لازم رأسا أسوي له relief of the obstruction وراها يلا أسوي له التريتمنت المطلوب. آخر شيء the state of the patient. عندك مريض على anticoagulant، عندك مريض عنده cardiomyopathy، عندك مريض عنده cardiac problem، عندك مريض مثلا عنده سيفير اسمى عنده يعني عندك مريض very old age. هذول كلهم beyond مثلا surgery. ايش راح اسوي لهم هذول؟ كل واحد والحاله مالته. فهمت شلون؟ مثلا المريض اللي عنده الجلوكوجلوباثي هذا كونترا انديكيتد فور اكسترا كوربورال شوك ويف ليثوتريبسي. لازم اسوي له شنو؟ اسوي له كنترول للكوجليشن، اسوي ستوب للانتي كوجلانت. يعتمد على السايز. اذا سمول سايز اسوي له ريرز يعني ريتروجريد انترارينال سيرجري يعني فلكسبل. واذا بيج ستون اسوي له بي سي ان.
بس اكسترا كوربوريال شوكل ريتروسي اتس الصوره واقفه لو انت موقفه لو ما تطلع عندنا ما اعرف لا يا صاحبي هذا حكي عام ما دحكي احنا نكمل شو اسمه مالتنا اللي احنا تريتمنت كملنا راح نجي على الاكسترا كوربوريال بس احنا قلنا بالبدايه اربع اشياء يحددنا على الشغله الرابعه ستيت اوف ذا بيشنت افتهم شلون يعني اعطيكم امثله على ستيت اوف ذا بيشنت مريض مثلا عنده مشكله بالكوكليشن مريض ثاني ما يقدر يسوي عمليه عنده ستون ما يقدر يسوي عمليه ما يقدر يسوي عمليه عنده فد بروبلم بالهارت يسوي له اكسترا كوربوريال شوكولات تمام بينما هو ال 25 مليم لازم شو نسوي له نسوي له بي سي ان ار واضح فاذا هاي اربع اشياء سايز presence of obstruction state of the patient يحدد لنا نوع التريتمنت اللي احنا نسويه هسه احنا كملنا التريتمنت راح نجي على شوي على الاكستراكورتوري شوكويف ريتروسي هذا الجهاز وهذا الهيد مالته هنا أنا موجود واحنا نحط المريض بهاي تشوفون شايفين الجهاز التو هذا الجهاز يعني كامل هنا أنا دا يبين راح أشر لكم عليه عندنا هذا سي ار هنا فلوروسكوب تشوفون هذا المريض نايم على التيبل هنا هاي الصورة قبلها مش عندنا هنا هذا عندنا الشوك ويف هيد نسميه يعني الراس مالته اللي موجود جوا الجنريتر راح نجي لتفاصيل مع الجنريتر وهنا هذا كوشن هنا موجود مثل الربر موجود انترس جواه مي لازم اكو مي جواه انترس وكو جل نحطه بين الربر وبين السكن حتى يصير عندك ثيرمال انجري هاي الصورة كبرها شوية راح اراويكم هنا جوا شنو الموجود عندكم هذا الجنريتر تشوفون هاي الصورة مالته شوك ويف عندنا هذا الالبسويد شنو الالبسويد مثل المرايه موجوده هذه شلون المرايه يعني الليبتيكال شيب انت هذا اف 1 يضرب على الجوانب مالتي وبعدين كونين يلمن بالاف 2 اللي يصير هنا على الستون بالكدني هذا يسموه فوكسينج يعني انت شوفه الكل دني الشوك ويف وين متجمع بنقطه واحده على الستون فهذا يسميه اف 1 اللي يسوي جنريشن مال شوك ويف والاف 2 هو مكان اللي يجمع الشوك ويف واللي يضرب بها الستون هذا هنا مره ثانيه عندنا المريض شلون نايم والحصوايه هنا باليوريتر موجود عندنا هذا هنا الاكس راي الاكس راي هنا دي يشوفك مريض عنده دبل جي ليش حاطين دبل جي؟ كبيره ومسوي عنده اوبستركشن وهذا الماركر تشوفون الزائد الماركر مالت الشوك ويف وهاي الستون جواها صايره قطع صغار تشوفون قطع صغار هاي السوت هاي مالت الستون يعني الستون تكسرت يعني يبين التكسير مالته خلال عملية التكسير احنا ناخذ اكس راي بين فتره وفتره عن طريق الفلوروسكوب بالغرفه الثانيه اللي مسوين بها كنترول فهذا الاكسترا كوربوري شوكويف ليثوتريبسي وشلون الحصوه بدات تتكسر عندكم هنا نفس الشيء هاي كلها الصور مال الاكسترا كوربوري شوكويف ليثوتريبسي هنا هاي الصوره نفس الشيء شلون الشوكويف يجي على الستون بعدين الستون شلون يصير صغار والستون تقوم تعبر اكو احد عنده سؤال على الاكسترا كوربوري شوك ويف ريتروسي قبل ما ادخل بقيه المواضيع بس سؤال هو ليش كونتر انديكيشن بالبيشنت عنده كوغيولوباثي اذا هو مو انفيزف حسب الصور تمام الشوك ويف يعتبر نوع من انواع رينو تروما يعني تقريبا يعتبر جريد 1 رينو تروما لانه هذا شلون ما نقول ضربات يعني طب بالكدني يسوي كدني انجري
المريض اللي عنده يصير عنده severe bleeding. One of the complications مالت الشوك ويف ليثوتريبسي هو يسوي هيماتوم. Normally هو يسوي ما عليه شيء هو يفاقه يعني إذا حمط إذا هذا أحمص صوتي فحمي واضح شلون فلذلك هو هذا كونتراند. بعد سؤال أترى نجي الكومبليكيشن مع الإزول ده شوفون هنا What are complications of ISWL? أول complication اللي هو common تشوفون bleeding on passing urine for short period after procedure يعني مشوري pain in the kidney as small fragment of stone pass UTI from bacterial release from the stone. هذه complication مع ISWL. المريض عنده سبيل وإذا هو عنده يعني الكوغليشن ما عنده موزين أو عنده كوغلين راح يصير عنده very very severe ممكن يصير very نفرك ممكن يصير severe hematuria وهذا شلون occasionally will not break يعني ما تكسر حصوة repeated as well treatment may be required recurrence of the stone rare kidney damage bruising or infection نوبات تصير bruising يعني قلت لكم grade 1 renal trauma stone fragments occasionally get stuck in the tube between the kidneys and the bladder. Steinstrasse, مثل ما شوفناكم قبل شوية. Was severe infection ممكن يصير عندهم المرضى. Five complication مثل إزول. And the other type of treatment هو percutaneous nephrolithotomy. تشوفون هذا التube. Nephroscope pass through the calyx to the tip of the calyx. لازم on top. ونوصل للحصواية ونستخدم إما ألتراسونيك أو ليثوكلاست يعني الليثوكلاست هو نوع من أنواع الستون ديستركشن إحنا عندنا الألتراسونيك وعندنا البرشرايز إير اللي نسميه ليثوكلاست وعندنا الليزر وعندنا الكتروهيدروليك الكتروهيدروليك ما حدا يستخدمه هسه حالياً الليزر عادة نستخدمه باليوريتريك ستون وبعض الأحيان بالفيزيكال ستون الألتراسونيك والإلكترو والليثوكلاست الاثنين نستخدمهم في حالات الرينال ستون نسوي لها ديستركشن هاي الحصواية عن طريق هذا الشيث الخارجي نسميه أمبلاس شيث نشفط الحصوايات نسوي لها شفط وبعدين نحط دبل جي ستين فور ا بيريود هذا نسميه بيركوتينيس نفروليثوتومي وهي قدامكم صورة بالعملية under fluoroscope guide, أكو under fluoroscope guide, أكو under ultrasound guide, بس بيجي يسوون endoscopic, يعني يدخلون من جوا يوريتروسكوب, من فوق يسوون puncture ويتأكدون بيه من جوا. ال PCNL أكو بي أنواع, أكو الordinary اللي داخل بي تيوب كبيرة, وأكو الميني اللي داخل بيه تيوب صغيرة. التيوب الكبيرة تقريبا 28-30 فرنش والصغيرة تقريبا 18-20 فرنش. Complication of renal stone. هل كمان بي سي ان ال؟ أكو حد عنده سؤال عن بي سي ان ال؟ عندنا نحكي شوي على open surgery. Nowadays تقريبا ماكو open surgery for renal stone إلا في حالات انه الحالات التالية اولا المريض عنده كونجيتال انوماليس مثل ابو البيو جي اوبستراكشن مثل الطفل اللي شافتكم الاشعه مالته وسوينا له بايلوبلاستي وبايلوليثوتومي بنفس الوقت او اذا عندك الكيدني ديسترويد من الستون ون اوف ذا كومبليكيشن الكيدني از ديسترويد نتيجه اللونج ستاندينج اوبستراكشن فنسوي نفراكتومي او اذا عندك مجموعه لور كاليسيال ستون نسوي عندك ديستراكشن باللور بول نسوي بارشل نفراكتومي لور بول بارشل نفراكتومي only the indication for the open surgery are these indication اكو لابروسكوبيك قسم يسوون لابروسكوبيك بايلوليثوتومي or نفروليثوتومي هاي موجوده بس الستاندرد تريتمنت نودي فور ستون لارجر ذان 20 مليمتر اس بي سي ان جو ال 20 مليمتر جوال 10 مليمتر إس شنو؟ conservative treatment.
أخ سؤال قبل ما نبلش بالcomplication. Complication of renal stone إما migration يسوي pain وobstruction يعني يطب اليوريتر يسوي uretric stone. الobstruction هم من يطب اليوريتر يسوي يعني hydronephrosis. Hematuria خصوصا نصير hematuria سبير بالspike stone اللي هي calcium oxalate. Infection ممكن يسوي UTI يعني cystitis pyelonephritis وpyelonephrosis ممكن يصير يعني abscess نتيجة الobstruction. وبيتا بليجي سكوامس من تابليجي سكوامس الكارسينوما أو غنينا بيبس أو كاليسيس أو ديوريتر فإذن كلهم ممكن يسويهم الستون. هذا الانديكيشن فور السيرجري بريفنشن هاي أهم شيء كلش مهمة avoid protein intake تعرفون الماتريكس قلنا مين البروتين تكون وصوديوم انتيك قليلة فوق بدنا نشوفوا سواء ريستركشن للبروتين سواء ريستركشن لمن للصوديوم مثلا ريستركشن للكالسيوم. لو كالسيوم داير على نوت جنرال ريكومندد ابد نقول للمريض قلل الكالسيوم وافويد انتيك اوف ذا اوكسيد كونتيننج سبينش ستروبريز روبار تي بينات اند ويت بران الشاي والقهوة والبيبسي كلهم دول يسوون oxalate stone. كملنا renal stone. أكو واحد عنده سؤال قبل ما نطب اليوريتريك stone فشي مختصر عن اليوريتريك stone. أوكي اليوريتريك stone دائما هو secondary للrenal stone قليل ما يتكون باليوريتر. تعرفون ليش اليوريتر is a tube والتيوب هو شنو بس معبر يعني بس يعبر يورين من ال شو اسمه إلا بحالات من يصير استاجنيشن ممكن يصير مرة عند ستريتشر عند ريفلاس ممكن يصير فاليورتركسون دائما هي سكندري فلذلك الإتيولوجي نفس الإتيولوجي عندنا فرق بالكلينيكال فيتشر هو نوع البين فقط هنا يصير كوليك بين بينما هناك يصير دال بين بقية الانفستيجيشن تقريبا كلها نفس الشيء ما عدا انه الالترا ساوند باليوريتريك ستون ما يفيدنا كلش هوايه يفيدنا النيتف سي تي سكان هذا الفرق بالانفستيجيشن التريتمنت مال اليوريتريك ستون تكون هذا الجدول نعتمد انه وذر بروكسيمال اور ديستال البروكسيمال يوريتر اذا كان اقل من 10 ملي فيرست شوي ازو والسكند يو ار اس واذا كان اكثر من 10 ملي بلين اكثر اليو ار اس وبعدين ازو الديستال يوريتر بالعكس أقل من 10 مليم يو ار اس اور ازو واحد والاكثر من 10 مليم يو ار اس فاذا بالمختصر الابر يوريتر هو الازو اللور يوريتر هو شنو اليو ار اس الميد يوريتر اول ذا تايم ميد يوريتر از يو ار اس لان الازو ما يشتغل على الميد يوريتر لان اكو غاز مال باول يمنع وصول الازو تو ذا يوريتر الازول يحتاج فلويد ميديا ماكو فلويد ميديا نوت باس لذلك الكولون موجود خلف ال... نوم المريض برون يعني نام على بط على على وجهه ونسوي لليوريتريك ستون خوش عيني او شو اسمه يصير من جوا يعني من جوا ممكن يصير المريض فيعتمد على الهيد اذا الهيد من فوق راح نوم المريض برون واذا شو اسمه من جوا يعني ممكن نسوي له اياه من جوا مباشره الكومينانة هذا الدورمية باسكت الستونة ممكن تكون سمول ستون وهذا الباسكت تشوفوه ليسحب لنا الستونة ممكن باليوريتر بعض الأحيان حتى من الكدني الباسكتين ممكن نسوي حكينا على اليورينري كريستلز most of the crystals يعني it is not significant تشوفون most insignificant اللي ما عدا قلنا انه الكريستلز اللي مهمه هو شنو فقط السيستين سيستين ميديكال سيستمنت فور ذا ستون او يوتريكوليك عفوا اكو سؤال كلش مهم دائما نسال الطلاب ميديكال سيستمنت اوف ذا كوليك الطالب شي جاوب يكتب لنا كل التريتمنت مال ستون ذس از رونج ذا كورنرستون اوف مانجمنت اوف يوتريك ستون از انالجيزي فقط انالجيزي والانالجيزا من مورفين والباتيدين لازم وياه انتي ايماتيك لان المريض يقوم يعني يصير عنده فوميتينج عيني
والالترناتيف مالته هو نستيرويدال انتي انفلامتري ممكن نستخدم نستيرويدال انتي انفلامتري ذا كونترا انديكيتد نقدر نستخدم انالجيزيا جست باريستول ممكن البسكوبان اتس نوت انالجيزيا كان بي يوز تو ريدوس ذا كوليك اتس انتي سبازموتيك يعني سبازموليتيك بس اتس نوت انالجيزيا بس كان بي يوز الافشنسي مالت البسكوبان او الاتروبين هو 30% الافشنسي مالت المورفين 90% الافشنسي مالت شو اسمه مالت النانستيرويدال 96% سو ذا بيست از نانستيرويد اون ذا توب اوف ذا نانستيرويدال از ديكلوفيناك الترناتيف كان بي نستخدم الرولاك اللي هو كيتو رولاك ليش لان الرولاك بي انالجيزي اكثر من النانستيرويدال فسايد افكت مالت على الجي اي تي والبقيه يكون اقل يعني اتس مور سيف بس ذا بيست فور ذا تريتمنت از ديكلوفيناك اذر دراج كان بي يوزد ممكن نستخدم الإيرازوسين يعني الألفا بلوكر نايفيدبين these are used for the lower urethral most for the lower urethral stone and can be used for the mid and upper urethral stone but best response is by using ألفا بلوكر in the lower urethral زين يعني بالنسبة لليوريك أسيد سيستين ستون هما دول اثنيناتهم can be treated by medical treatment by alkalinization of the urine. Alkalinization can use citrate or can use sodium bicarb. Complication of urolithiasis in general, renal failure, urethral stricture, infection, sepsis, urine extravasation, perinephric abscess, and xanthan gramatis, pyelonephritis. Hosh? Hade, in general, complication of urolithiasis is like ureteric or renal, or renal and cryptocomia fog. إذا جاكم سؤال بس renal, الفوق إذا in general urolithiasis هذا اللي يجاوبون عليه. إحنا خلصنا لحد هنا حتى نبلش بالكيس سيناريو. قبل الكيس سيناريو إذا أكو أحد عنده أي سؤال حتى. تمام سؤال. في فقرة بعض. بس هذا It appears like now it's a ground glass. Xanthine stone also reduces. But xanthine stone is very rare. For example, is the reduction is the urethral stone. Doctor, the ultrasound. مرات كاتبين ذكر سؤال من الجانب سنة من السنوات إنه بيا بارت من اليوريتال تكون الستون فين الالتراساوند؟ ما تبين. شوفي بعض. لو ما تبين. اللي ما تبين ميد يوريتر الالترا ساوند مثل شوك ويف تني فلودي ميديا الابر يوريتر خصوصا نير بي او جي كان يوز الترا ساوند شلون كان يوز الترا ساوند اليورين موجود بالرينال بلس مو صحيح فانت من تحط لك بروب على الكدني واليورين موجود بالرينال بلس نقدر نطلع الابر يوريتر او البي او جي مثل ما راويتكم بالصور اسرع نطلع الصوره حتى تصير عندكم الصوره واضحه مال الترا ساوند شوف شلون مبين عندنا مالت الابر يوريتر ومبين عندنا مالت البي او جي ستون. الاذر ستون ممكن نشوفه بالالترا ساوند هي اللور يوريتريك ستون. تشوفون هسه هذا هنا عندنا الالترا ساوند شوف هذا بالتقريبا ابر يوريتر بي او جي ستون هنا بي او جي ستون. حتى الابر يوريتر ممكن يشوفون هو الابر يوريتر طالع. هسه راح اعطيكم شو اسمه اشير لكم على الابر يوريتر. دقيقة يعني عندك سؤال هسه دقيقة واحدة. أنا أعطيك سؤال. إيه. العفو هذا اليوريتر. هذا الأبر يوريتر أشرت لكم عليه. تشوفون هذا؟ هسه هنا. إيه. هذا الأبر يوريتر. هذا عليه خط منه ومنه. هذا الأبر يوريتر مبين خلال الأطراس. الأذر بارت هو اللور يوريتر. خصوصاً اليوريتر near the bladder or intramural part هذا true bladder أكو فلود بال bladder ممكن نشوفون بي lower ureteric stone الميد يوريتر not visualized الميد يوريتر not visualized إحنا من نفحص اليوريتر عندنا الغاز مع الباول فالألتراساون ما يفوت بال يعني ما يشوفنا الغاز باول فلذلك ما يبين عندنا الميد يوريتر فthe only part that not visualized هو زي من ما يبين بالالتراساوند شو راح تستخدمين بهالحاله حتى تشوفين نيتف سيتي سكان نيتف سيتي سكان
يلا علي تفضل خير، مش عندي سؤال دكتور. بس هاي بالبريفنشن ممكن البيبسي والقهوه ثاني يعني ثاني سوون ستون زين الكمر نصحهم بالسبن والصودا يعني شنو ما بي مره السترا اي بابا الصودا الصودا بي صوديوم بايكارب يسوي الكالينايزيشن والبيبس والسبن اكو ليمون اكو نوع من السبن صوديوم بايكارب اكو سبن وليمون بي لكن هاي شنو الخطورة هذا طبعا علينا؟ أقنعك كلش مهم قبل ما سوي الكاناليزيشن أو الأستيفيكيشن لازم عندك pH لأن أنت إذا ما سوي سوان أناليسيس ما تعرف شنو نوع السوان بس مثلا مريض عنده KUB زين يعني هذا اللي دروسه يطلع يوريك أسيد السوان دسه pH يطلع pH ما أنت أسيديك تسوي الأسيد فعادة نسوي تشينج بالpH إذا ما عندك pH ما نعم تعمل بابو؟ واضح يكتب سؤال بعد سؤال بس ما الاكس راي من بيت الراديو لوسنت لا راديو لوسنت هو اليوريك اسيد ستون ها لا ما بي كالسيوم بابو هو الاكس راي شنو ابني كل ستون كل ستون بي كالسيوم اتز راديو اوبيك اي ستون ما بي كالسيوم اتز نوت راديو اوبيك واضح السيستين ما بي كالسيوم بس مادة السيستين نسميها ground glass يعني هيزي يعني الستون تبين بس كلش هيزي يعني زين دكتور بعد سؤال مرات الالتراساوند يجي ريبورت كاتبين كريستال هاي نو سيجنال هاي نو سيجنال ليش يعني هي الكدني فانكشن انت شلون الكدني فانكشن هي انه صفي نسميه مصفامات الجسم يعني هو عبارة عن فلتر of the body صحيح ومين فلتر للبدي إلما يسوي فلتريشن شكو عدج salts من ضمنها الكالسيوم الفوسفيت الأوكسالات اليوريت كلها صار فلتريشن دي فلذلك المريض خصوصا يصير dehydrated مثلا المريض ما شعر ماء صايم يروح يسوي ultrasound يلقي بالتب مع الكالسيس أهل الالتراساوند يشوفون بالتب of the calluses a lot of crystals المريض يقول روح يشرب ماء well hydrated كذا يشوف ماكو كريستالز بالتب اوف الكاس او المريض اللي عنده قابليه يسوي حصوت الجدار من الكدني مالتي او الالترا ساوند يقول لك the crystals diffuse on the tip of the calluses دكتور يعني رمل يقولون انه عنده رمل او شيء هو كريستالز سمو رمل كريستال يوريا انت اي ستون ما يتكون راسا ستون اللي يتكون عندك كريستال يوريا وبعدين يلا يصير عندك الستون مثل ما قلنا بالثيوري شلون الستون تكون نعم أكو بعد سؤال إذا نبلش بالكيس سيناريو عندكم الكيس سيناريو أنا راح أقرأ نعم دكتور موجود يلا يا ابني نقرأ أنت وإحنا حتى نسأل سؤال يعني حتى قدام الطلاب الموجودين حتى يلا بابا أقرأ السؤال دكتور 35 year old male has right loin pain and hematuria on examination البلس ويت 84 نعم البلد بريشر 125/75 نعم ابدومن سوفت رايت رينال انجل تندرنس يورينلايسيس از اوت اوف ذا رايت بلد سيل 50 هاي باور Abdominal ultrasound, yeah. Right renal stone, 25 millimeter in renal pelvis, and mild hydronephrosis, left kidney normal. Question one. What further investigation you sent to the patients? The patient, yes. Yalla, Muhammad Basim. بالدكتور نعم وات ار لوتس يعني حددوا ما محدد لك انا ما محدد لك وقاصر بالسؤال وات ار وات از انفستيجيشن يو سين ذا بيشنت يس يلا محمد محمد باسم محمد اسمعني نعم دكتور نعم دكتور يلا بابا يلا نجاوب على السؤال
should this investigation? Doctor. هاي المعطيات عندك بابا عندك حجم الحشوية مو صحيح بالألترا ساوند والمريض عنده هاي ساينوس سيمس مالته والبلد يوريا زين؟ نعم دكتور اي شو دز المريض هذا؟ سي تي اناليسيس سي تي اناليسيس شنو هذا سي تي اناليسيس؟ حتى شوف التايب مال اي بابا لا هذا المصطلح استخدمته سي تي اناليسيس شنو؟ مو انت هذا راح تكتب لي اياه كتابه من تكتب لي شيء اكتب لك عليه غلط صفر اعطيك عليه هذا يعني ما عندنا شيء اسمه سيتي اناليسيس بابا نيتف سيتي نيتف نيتف كملها شنو نيتف نيتف تشيس نيتف هيد انك نيتف شنو نيتف سيتي فور رين ابدومينال فتقول نيتف ابدومينال سيتي سكان هذا المصطلح نيتف ابدومينال سيتي سكان ليش تدز هذا نيتف ابدومينال سيتي سكان؟ حتى شوف التايب مال ستون تايب مال ستون بعد انا ليش منطق الحجم مال ستون بابا 25؟ انا يعني انا التايب مال تريتمنت يعني اللي اختاره اي بالضبط هذا شنو التايب مال تريتمنت مالته؟ PCNL خوش بالجدول منطقكم يا لازم PCNL فأنت مريض هذا تريد ديزب أنا ليش ما حددت لك what further investigation you send the patient ليش ما حددت لك يا من لأنه بريد أفتهم من عندك أنه أنت هذا المريض راح يا investigation ديزب وليش ليش لأنه إحنا قلنا شنو الأشياء نعتمد عليها قلنا أول شيء the size بعدين the site بعدين state of patient أكو complication أو ماكو complication هاي نحدد the treatment اللي موجود بس دقيقة بابا دقيقة واحدة نطولي ماشي اي بابا فاذا انا منطقك ايش معطيات وما حدد لك نوع الانفستيجيشن از او ار فانت لازم تعرف انت هذا المريض راح يروح شنو هي يسوي بي سي ان ار مو صحيح؟ زين احنا هسه هذا الانفستيجيشن شنو دز المريض؟ قلنا نيتف ابدومينال سي تي سكان بعد شنو دز المريض؟ سي بي سي زين صحيح بعد أشعات تدز المريض ولا بعد غير اكس راي انت جوابك هنا يعني ابدومينال نيتف بس تدز اي بي احنا النيتف سي تي بعض الاحيان ما ينطينا الكاليسز يا كاليس نختار ندخل بالبي سي ان فتدز اي بي يعني سي تي سكان نيتف اي بي ممكن تدز المريض كومبليت فيكتشر اي اس ار طبعا اكو شغله كلش مهمه المريض اللي نسوي له سيرجري وخصوصا بي سي ان ال لازم نسوي له شنو leading profile يعني PT, PTT, clotting time, bleeding time then كلنا لازم نسويه حتى check بالنسبة للمريض اوكي فهذه تقريبا investigation مهمة احنا general urine عندنا urea creatinine عندنا للمواضيع سوينا investigation كلها تقريبا وصلنا للdiagnosis وحضرنا المريض كذلك للعملية في نفس الوقت وتقول other pre-operative other pre-operative يعني روتين اللي أشياء نحتاج مثلا chest x-ray نحتاج بعض الانستيجيشن الأخرى اللي موجودة السؤال الثاني ياسر دكتور what is the treatment of choice
What is the treatment of choice? يلا جاوب يا ياس. دكتور هو قلنا احنا سايز مالت الستون هي 25 دي سي ان ال. تمام. السؤال اللي في الورا هم تجاوبه. شنو السؤال؟ از وول اي اس اتش. تمام. الجدول الموجود التريتمنت اوف تشويس بي سي ان ال الالترناتيف مالته هو الاز وول. الاز وول هو الالترناتيف اللي ما يسوي سيرجري. واضح؟ السؤال الرابع قرانا اياه. دكتور if patient refuses treatment what are the possible complications شوف انا جبت لك what are يعني يلا رند جاوبني على هذا السؤال service and migration disorder ممكن نسوي obstruction نسوي visual infection ممكن metaplasia after treatment مين تابلي ايش يصير؟ تمام صحيح بعد هاي ثلاثة انت بعد لا عدد خمسة migration والobstruction هي mature الباب المigration والobstruction هو تقريبا يعني نقول واحد اوكي يلا بعد immaturia والinfection infection اربعة ومين تابلي تمام اكو بعد احنا تشيء كلش مهم لو ترجعون تقرؤوا شوفوا موجود انه من يصير عندك obstruction يصير hydronephrosis الhydronephrosis ممكن يصير pyonephrosis ممكن يصير perinephricarsis واضح؟ إذا bilateral hydronephrosis شي يصير بالمريض؟ renal impairment عادة دول يصيرون chronic renal failure one of the يعني manifestation of renal stone bilateral خصوصا الستاكهورن هذول عادة يجون يوريني يعني chronic renal failure bilateral renal stone إما نتيجة obstruction أو stagon فيصيرون دول شنو chronic renal failure هذه من ال presentation اللي ممكن تجي اللي إحنا يمكن ما ذكرناه هناك one of the presentation chronic renal failure يعني signs and symptoms يعني مريض يجينا nausea vomiting acidotic يعني loss of appetite من الديسابلاجوريا سيرم الكترول سيرم الكرياتين اللي كلش عالي صحيح نسوي اكسراي في مريض عنده بايلاترال يعني ستاغون كالكولس او بايلاترال بيو جي ستونز او سنجل كيدني وعنده فيري بيج ستون فهذا المريض يجي على شكل كرونيك رينال ون اوف ذا برزنتيشن اكو واحد عنده سؤال بالنهايه نعم دكتور نعم دكتور بالنسبه للهايدرون فروسيس عشان ما دو موديليت او أو سيفير هيدرونفروسيس ما تفرق عن التريتمنت هو لو ممكن لا ممكن يعني كل يعني أكو أوبستراكشن لكن الأرجنسي بالتريتمنت إذا يكون مايل هيدرونفروسيس يختلف عن المودريت والسيفير هيدرونفروسيس وكل هيدرونفروسيس يو شود استنت يعني يو شود ريليف أوبستراكشن بيفور يو دو ديفرنت سيرجري إذا سوي ديفرنت سيرجري مباشرة كومبليكيشن ريت مالك صار حتى الموضوع أقدر أنتظر عليه مثلاً أسبوع خمسة أيام عشرة أيام حسب the state of the other kidney وحسب the cortical thickness المهم هاي بيها تدخل بيها تفاصيل كل شيء بس إذا يجيك مودر سيفير لا ما يصير انتظار هذا كبار لا يسوي لسحتي زين يعني تدخل بالكرايتيريا الموجودة إنه يسوي بي سي إن إل ريرز يسوي إكسول كيف بعد يعني لابس سؤال كاتب مودريت مثلا هنا راح يصير التريتمنت اوف فيلز اذا لازم اسوي له دبل جو يعني اوبستركشن وبعدين يلا بالتاكيد ستنتنج هذا نعم صح مريض عنده مايل هايبرنفروسس بيو جي ستون حجمها 25 مثلا تحتاج الى بي سي ان ال السيستماتيك كلير نظيف ما عنده انفكشن كان جو تو بي سي ال ستريت فورورد بس مريض عنده مودريت هايبرنفروسس مثلا عنده او سيفير اوبستركشن عنده وعدى اليورين مالته يعني بي انفكشن بالحاله يسوي له بريليمينري دايفرشن يعني يسوي له ستنتنج ورا ما يصير كنترول مال انفكشن يتحسن الوضع الكدني مالته يلا تروح تسوي له ديفرنس سيرجري واضح زين دكتور بعد سؤال اخير اذا جاني سؤال قال يعني جولد ستاندرد دايجنوستس مال رينال ستون يعني سينجل نيتيف سي تي او ار سي ستاندرد سي تي سكان از ذا جولد ستاندرد وقولي وقت نفس الشيء يورتريك ديفنت
شكرا سيئا. احنا مو عندنا ثلاثة نسوي كيسات على التروما والمحاضرات السابقة الماخذيها زين عيني يعني على obstructive aneurysm وعلى التروما نسوي different cases وحتى على الستون نسوي كيس هماتين ونسوي مناقشة إليه ونحدد الموعد قبل يوم يعني باكر نحدد الموعد إن شاء الله. إن شاء الله حتى لو وصل الموضوع الماخذي يعني حتى لو على غير مواضيع على رسم يعني وصل حال الرليجة أي ممكن جاي. شكرا لك. ونشوف الموعد. احنا اليوم هذا الاسبوع اعتقد حرر تام فماكو عيادات يمكن نسويها.